تمثل كل العراقيين سنة شيعة عرب أكراد تركمان وحتى أقليات دينية. نريد هذه الحكومة تمثل الجميع على نسبهم ووجودهم وحقائقهم على الأرض حرية، ويمكن أن تقولوا كلمتكم، فاجتمعوا على كلمة واحدة وقولوا رأيكم بالحكومة المنتخبة. انتخبوا حكومة تمثلكم، حتى يمكن لهذه الحكومة أن ترعى حقوقكم. الذي حقق الاستقلال أمران رئيسيان تمسكوا بهما، هذا هو تصوري. وأقول هذا الكلام وألقيه كحجة عليكم وعلى نفسي وعلى جميع من يسمع. الأول هو الإسلام. الإسلام هو الذي يحقق لنا الاستقلال. ظلت نجوم السماء تبرى لك أن من أول الأولويات لدينا هي وحدة كلمتنا، أن تكون كلمتنا واحدة، فمراجعنا متحدون ونحن في خدمة مراجعنا. رفعت إيدك سيدي وقت الصلاة، ظلت نجوم السماء تبرى لك يا إلهي. جبال ظليت ما بين الجبال وما تهزك ريح ويا جبالك، وانت صححت بقضية الاختيار يا إلهي.